يعني والهدايا من الله سبحانه وتعالى اللي منحت ليها فعلا يخليها عندها العزيمة ان هي تبني قرية زي قرية أمل للطفلة. خلونا نروح كمان لسيدة ملهمة تانية وسيدات عظيمات في الحقيقة تم تكريمهم في احتفالية اليوم العالمي للمرأة. خلينا نتكلم بالأخص عن الأستاذة نعمات الشحات، أول خبير ومترجم ومدرب لغة الإشارة اللي منورانا دلوقتي عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير عليكم كلكم، صباح الخير يا مصر، صباح الخير يا كل ست عظيمة في بيتك، عظيمة في مجتمعك، عظيمة. صباح الخير على سيدة مصر الأولى الهانم الهانم انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية اللي شرفتنا بالحضور معاها وتكريمها لينا. صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليكي وألف مبروك، وبنشكرك طبعا على الطاقة الإيجابية اللي بدأتي بيها المكالمة معنا. وخلينا في البداية نعرف منك بداية رحلتك مع دعم الأشخاص من الصم، وإيه الحافز اللي خلاكي أن أنت تعكفي على هذا العمل تحديدا؟ والله أنا مدرسة بسيطة جدا، معلم فصل بسيطة قوي، وصلت أن أنا أكون خبير مدرس متخصص سمعي وخبير ومترجم لغة إشارة على درجة مدير عام في وزارة التربية والتعليم في محافظة الشرقية. دي بدايتي، إن أنا لما دخلت على الصم أو مع الصم كنت مدرسة بأدي شغلي وأروح وكده، فبدأت أتعلم علشان أتعامل معاهم، عشان أعرف أتكلم معاهم، لأن عايز أحول بقى اللغة المنطوقة لرموز ودلالة عند الأصم عشان يقدر يفهمني وأفهمه. في الأول ما كنتش متخصصة، وبعدين لقوني كل حد يبقى يعلمني إشارة أعمل الإشارة تطلع غلط أو تطلع عيب أو ما يصحش تتقال في المجتمع السم، لأني جديدة وما عنديش خبرة لسه. مسكوني السم وقعدوني في أوضة وبدأوا يعلموني الكبار بتوع السم اللي هم دلوقتي أباء وأمهات وأجداد دلوقتي من مجتمع السم، لأن مرحلة حياتي عشت ثلاث سنين قبل ما أخش التربية الخاصة ومدارس ذوي الإعاقة، وعشت معهم 33 سنة ودي عمري معاهم، يعني أنا عمري المهني كله 36 سنة. لكن لما دخلت معاهم وبدأت أعمل الإشارات وتطلع مش مظبوطة خدوني وقالوا لي هنعلمك صح، فعشان كده تعلمي الناس صح واحنا اولادك هتاخدينا معاكي وتعرفينا ايه المجتمع اللي بره ده. من 33 سنه كان الكلام دوت يعني كبير طبعا، كبير طبعا، كبير قوي ان هم يقولوا لي خدينا معاكي. انا كان ولادي بيقولي من المدارس عليا وعاشوا في وسطهم وبداوا يتعلموا منهم، انا بنتي الكبيره عندها 37 سنه تمام حضرتك، فبدات الولاد بقيت اخرج بقى اخلص شغلي وارجع اطلع اعمل معاهم مشاوير بتاعتهم الخاصه، يقدم ورق لابنه، بيجهز لبنته، عايز يروح مستشفى ومش عارف. بدات قلت ليه ما اخدش من دوت حاجه انور بيها الطريق ده، اذلل بيه المجتمع ده، اذلل بيه المجتمع ده سنه 1990 مثلا. هناخد وننزل بقى الشارع ونبدا اوري الناس يعني ايه تعرف ازاي تتعامل مع اصم، تعرف ازاي تتكلم معاه، تعرف ازاي تلبي طلبه، تعرف ازاي تكون ليه معين، تبقى ليه سند، يبقى مجتمع واعي وراقي انه يقدر يتعامل مع ذوي الهمم. طيب ايه التحديات اللي قابلت حضرتك اول ما قررتي انك يعني تعملي مبادرتك في تعليم لغه الاشاره؟ اكيد كان في حاجات صعوبات ليكي في الاول، ايه هي كانت؟ تكلمينا عنها. على فكره في الاول كانت الصعوبات ان انا اخش نقابات، اخش نوادي، ايه اللي بتقوليه ده؟ انت عايزه تعملي ايه؟ انت ايه اللي في الاخر هتوصلي له؟ مع كل التحديات من نظره الناس ليا اللي انت بتعمليه ده ليه؟ ومش فاهمين ان انا حابه اعمل ده علشان اوعي المجتمع يعرف يستقبلهم. كان ليه ده الحافز اللي بيزقني ويدفعني ان انا هوصل ان شاء الله، ان شاء الله هوصل. لقيت ترحاب كبير جدا من القياده السياسيه داخل المحافظه بتاعتي، الاستاذ الدكتور ممدوح غراب ذلل لي صعوبات كتيره جدا، محمد بالصافي سكرتير عام المحافظه، التربيه والتعليم القياده التعليميه بتاعتي معالي وكيل الوزاره، دخلت الجامعات لقيت عمداء ورؤساء وعمداء كليات ادوني الفرصه ان انا اعمل ورش تعليم لغة الإشارة، أعمل دورات لتعليم لغة الإشارة. أول حد دخل كلية التمريض عشان يعلم الناس لما تتخش ويبقى تحت إيديها أصم تعرف تتواصل معاه،
عملت داخل المحافظة ومن خلال المعالي المحافظ أول دورة توعوية تدريبية لخدمة المواطنين على مستوى المحافظة، إنهم يقدر يقابل أصم ويتعامل معاه ويقدم له خدمة زيه على كافة المساواة وعلى قدم المساواة مع الأسوياء العاديين، إن يشوف طلبه إيه هو عايز إيه ويذلله الصعوبات. عملت مع شركة المية المياه والشرب الصرف الصحي، عملت برضو توعية كبيرة جدا 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 على الكارت المميكن، الكارت مسبوق الدفع. أستاذة نعمات، الحقيقة يعني إسهامات كتيرة جدا لحضرتك في هذا المجال تحديدا، هتحتاج أعتقد وقت كتير جدا عشان نقدر إن احنا نسردها. صحيح حضرتك يمكن حكيت لنا على جزء من الجوائز اللي حضرتك حصلتي عليها، ويمكن كلمات التقدير والشكر، كل ده أكيد أثر في حضرتك جدا وأكيد كان ليه يعني فرحة ومكانة خاصة عند حضرتك، لكن أنا متأكدة أنه يمكن الأهم كمان واللي أثر فيكي أكتر فكرة الأثر اللي سبتيه في حياة الفئة دي من طبعا الصم، اللي قدرتي انت تؤثري في حياتهم وقدرتي ان انت توصليهم وتوصلي لغتهم لناس كتير جدا عشان يحسوا ان هم مش منعزلين. نشكرك جزيل الشكر الاستاذه نعمات الشحات، اول خبير ومترجم ومدرب لغه الاشاره واحدى المكرمات في مؤتمر المراه المصري.